بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالث ابتدائي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنركز على بعض الأسئلة ثم بعض العبارات وبعض الكلمات التي وردت في قصة شابيون روج. إذن ستكون هذه الفقرة وبعض الفقرات الموالية ستكون كمراجعة لهذه القصة. طبعا sur la page 141 on a déjà vu le petit texte suivant. إذن رأينا النص الصغير التالي les galettes de grand-mère. إذا رأينا حلويات الجدة. إذا رأينا في المسابق il était une fois un chapeau rouge. كان ذات مرتين رداء أحمر. il était une fois un chapeau rouge. كان ذات مرتين رداء أحمر. بمعنى آخر كانت ذات مرة طفلة تحمل رداء أحمر. إذا بدل مناداتها صاحبة الرداء الأحمر مثلا إذن هي تنادى هنا الرداء الأحمر، تنادى مباشرة بهذا الرداء. Un jour sa maman lui donne un panier. Il lui dit. عندنا هنا un jour يوم، ولكن المقصود هنا أيضا ذات يوم أو في أحد الأيام. Un jour sa maman lui donne un panier. Il lui dit. أمها تعطيها سلة. Il lui dit. ثم تقول لها cours vite pour tes galettes à ta grand-mère. Cours vite. Porter ses galettes à ta grand-mère. Cours vite. هنا عندنا لو فيرب كورير. Cours vite. على امبيراتيف. هنا في الامر. Cours vite. عندنا لو فيرب كورير كونجوغي على امبيراتيف. إذا عندنا لو فيرب كورير مصرف الامر. Cours vite. Porter ses galettes à ta grand-mère. احملي هذه الحلويات إلى جدتك. عندما نتكلم عن لي غاليت كما ذكرنا هي حلويات ولكن من نوع خاص. إذا نتكلم عن الحلويات بعينها. Sur son chemin, à la tariqa, Chapeau Rouge rencontre le chien de la voisine. Et dans Chapeau Rouge, tel taqi, kelb aljara. Et s'assoit sur le vieux peuplier, tout ma tajlis, تحت الشجرة الكبيرة في السن. Vieux. إذا نتكلم عن شيء قديم أو كبير في السن. نقول عنه vieux. هذا في المذكر. لأن الشجرة في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة. أما في المؤنث فنقول vieille مثلا une vieille femme. إذا نتكلم عن امرأة قديمة أو بمعنى آخر امرأة كبيرة السن. ثم عندنا اي ساسوا ثم تجلس. هنا عندنا لو فيرب ساسواغ فعل جلسة. اي ساسوا سو لو فيو بيبلي ثم تجلس تحت الشجرة القديمة أنها كبيرة السن. بو ايكوتي لو غوسينيول من أجل السماع للعندليب. من أجل السماع للعندليب. ثم رأينا في الصفحة رقم 147 sur la page 147 on a vu ce petit texte. أيضا رأينا هذا النص الصغير Chapeau rouge joue dans la forêt. Chapeau rouge joue dans la forêt. إذا Chapeau rouge تلعب في الغابة. Dans la forêt في الغابة la petite fille a d'abord écouté le rossignol. إذا البنت الصغير هي قبل كل شيء استمعت للعندليب. Dans la forêt في الغابة la petite fille البنت الصغيرة a d'abord هي قبل كل شيء écouté أن استمعت. هذا لو فيرب écouté كما ذكرنا le rossignol استمعت للعندليب. Ensuite بعدها elle a salué un bûcheron هي سلمت على حطاب qui conduisait un camion الذي كان يقود شاحنة. طبعا عندنا هنا لو فيرب conduire. Après ثم بعد هذا après بعد هذا elle a joué avec des papillons. Elle a joué avec des papillons. هي لعبت مع الفراشات. Enfin وفي النهاية chaperon rouge se rappelle sa grand-mère malade. Chaperon rouge ستذكر جدتها المريضة. Chaperon rouge se rappelle sa grand-mère malade. Se rappelle sa grand-mère malade. طبعا هنا عندنا لو فيرب se rappeler. Se rappeler أنك تتذكر. إذن enfin وفي النهاية chapeau rouge se rappelle sa grand-mère malade. إذن chapeau rouge تتذكر جدتها المريضة. إذن كما تلاحظون بأننا نعدد الأفعال التي قامت بها chapeau rouge. بدأنا بالفعل الأول elle a d'abord. إذن استعملنا كلمة d'abord هي قبل كل شيء. Écoutez le rossignol. إذن هي قبل كل شيء استمعت لي العندليب. ثم عندنا الكلمة الأخرى اللي استعملنا ensuite بعدها
الأسالي أن بيشون هي سلمت على حطاب أبخي، ثم استعملنا كلمة أبخي يعني لترتيب الفعل الثالث مثلا. إلى جوي أفيك لي بابيون هي لعبت مع الفراشات. ثم أتينا بكلمة أوفا وفي النهاية شابيون روج سو رابيل سا غرومير مالاد سو رابيل سا غرومير مالاد، إذن هي تذكرت جدتها المريضة. طبعا هاد أوفا تجي في النهاية، يمكن ليش نبداو بهاد أوفا؟ نقول أوفا ثم نقول أيكوتي لو غوسينيول، لا يمكن أن نقول هذا. طبعا عندنا هاد الكلمات أن ترتب هاد الأفعال، ترتب الأقوال إلى غير ذلك. ثم عندنا فين لا ريكرياسيون، إذا فلتنتهي الاستراحة، المقصود أنني سأنتهي من هاد الاستراحة، أنني ألعب في الغابة. ثم جو كور شي ما غرومير، جو كور شي ما غرومير، أنا أجري عند جدتي. عندنا هنا كما رأينا سلوفار كورير، سلوفار كورير، جو كور شي ما غرومير، أنا أجري عند جدتي. طبعا هنا عندنا جو كور، هنا عندنا لوفار كورير، فالبخيزون أنا أجري، ماشي بحال اللي شفنا من قبل كور فيت، اجري بسرعة، هذاك لامبيغاتيف، هذاك الأمر. سي نو بخونو ليماج سويفونت، إذا أخذنا الصورة الموالية، كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ إذا ما هذا؟ كيسكو سي؟ سي لو غوسينيول، إنه العندليب. كاس كيل في، ماذا يفعل؟ كاس كيل في، ماذا يفعل؟ عندنا هنا لو فيغ فيغ، أقول جو في، أنا أفعل أو أقوم بشيء أو أعمل شيئا. جو في، تو في، إل في، مثلا إل في سون ترافاي، هو يقوم بعمله أو هو يفعل عمله. إل في سون ترافاي، إذا عندنا إل في، إل في هي تفعل، أو نقول أون في أن الناس يفعلون، رغم أن في الجمع لكن الصرف يبقى بحاله بحال مع إل أو مع إل. إل في، إل في، أون في. ثم عندنا نوفوزون، نوفوزون نحن نفعل. فو فات، فو فات دائما في البخيزون أنتم تفعلون. إل فون، إل فون، إل فون، إل فون هم يفعلون. وبيان إل فون هن يفعلن. إذن عندنا هنا إل في هو يفعل. كاس كيل في ماذا هو يفعل؟ لا ريبونس إي الجواب هو إل شونت هو يغني. ثم عندنا أو شونتيل أين هو يغني؟ أو هذه أو عندها واحد لاكسون الفوق تتعني المكان، بمعنى آخر أين؟ أو شونتيل أين هو يغني؟ لا ريبونس إي إل شونت سور لو فيو بوبليي. Il chante sur le vieux peuplier. Il chante sur le vieux peuplier. إذن هو يغني فوق هذه الشجرة، هذا نوع من الأشجار يسمى peuplier كما ذكرنا. عندنا هنا le vieux peuplier، إذا نتكلم عن شجرة من هذا النوع أنها قديمة، أنها كبيرة في السن. Si nous prenons l'image suivante، إذا أخذنا الصورة الموالية، qui est-ce؟ qui est-ce؟ من تكون؟ C'est chapeau rouge. سي شابيون روج. كاس كيل في، كاس كيل في ماذا تفعل؟ إل روغارد لو غوسينيول، إل روغارد لو غوسينيول. إلا كاس كيل في وهنا ماذا تفعل؟ إل دي بونجور أنوم، إل دي بونجور أنوم هي تقول يوم سعيد لرجل. وبيان إل دي بونجور أو بيشون أنها تقول يوم سعيد للحطاب. Et que voyez-vous sur l'image? Nous voyons chapeau rouge. Ou bien, on voit chapeau rouge. نحن نرى chapeau rouge. On a chapeau rouge. Où va-t-elle? أين تذهب؟ Où va chapeau rouge? أين تذهب؟ Chapeau rouge. Idem. Chapeau rouge va chez sa grand-mère. Chapeau rouge va chez sa grand-mère. Idem. Chapeau rouge تذهب عند جدتها. Que fait-elle en route? Que fait-elle en route? ماذا تفعل هي على الطريق؟ Que fait-elle en route? ماذا تفعل هي على الطريق؟ Que fait-elle en route? ماذا تفعل هي على الطريق؟ Sur la route, sur sa route, il cueille des fleurs pour sa grand-mère. إذن على طريقها هي تقطف أزهارا لجدتها. إذا نستكمل في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.